أخطر الحالات في مسابقات كمال الأجسام. الخطورة هنا تكمن أن أي خطأ من أي رياضي يعني حذف أو الدرجات التي لا تؤهله إلى المركز الأول. عماد جاسم يقدم عرض على الرياضي أحمد عباس أن يطبقه. الآن عماد جاسم أيضا يطبق، ثم المطلوب من الرياضي أحمد عباس في جمع العضلات أن يقدم العرض مشابها. جهد كبير بذل في المقارنة منطقة الظهر، عضلات الظهر، من الأفضل؟ هذا ما سيتم تقريره من هيئة التحكيم. هيئة التحكيم تقرر في ضوء المقارنة هذه من هو